عن هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفي من لندن، عضو مجلس الإعلام الجديد في نقابة الصحفية البريطانية أحمد الشيخ. أستاذ أحمد مرحبا بك معنا. إذن بداية، كيف أنه ممكن أن نفهم هذه الأعطال المتكررة بين الفترة والأخرى والمتزايدة أيضا في الآونة الأخيرة للمنصات الإلكترونية، وفي هذه الحالة في حالة تويتر يعني قراءة واحدة في عدد من المواقع تجعل يعني نوع من الربط غير المباشر غير العلني، يعني تلميحا إلى إيلون ماسك وتوليه وربما حتى تسريحه لعدد من عدد كبير من الموظفين والعاملين هو اللي أثر، وبالتالي هل هناك علاقة مباشرة؟ هو بالفعل هي دي النتيجة التي حاولت بعض وسائل الإعلام الغربية القفز إليها، لدرجة أن موقع الاندبندنت البريطاني بيقول أنه هو حاول يتواصل مع المكتب الإعلامي في تويتر علشان ياخد تعليق، ولكن تبين أن المكتب الإعلامي نفسه تم تسريحه. فهو في حالة يعني حالة إجماع أن كله عايز يقول أن تسريح الموظفين أدى إلى سقوط الخدمة، ولكن أنا رأيي أن ده غير دقيق. تسريح الموظفين ليس له علاقة بسقوط الخدمة. ليه؟ لأن الخدمة، إحنا دلوقتي الخدمة سقطت لمدة ساعتين، خلال هاتين الساعتين إيلون ماسك نفسه كان يغرد وقال إن الخدمة شغالة، وكان يغرد ردا على أسئلة من الجمهور، وبالتالي الخدمة كانت شغالة عند الجمهور. اللي أعلنوا عن سقوط الخدمة هم 10,000 شخص قدموا بلاغات إلى موقع يرصد سقوط المنصات الرقمية، وال 10,000 شخص كانوا بشكل اساسي في الولايات المتحده. ليه في الولايات المتحده؟ لان السقوط ده حصل حوالي الساعه 12 بتوقيت جرينتش، اللي هو منتصف الليل بتوقيت جرينتش، وبالتالي في الوقت كان متاخر في الدول كلها باستثناء الولايات المتحده اللي لسه فيها يعني في فتره المساء، وبالتالي معظم البلاغات جاءت من الولايات المتحده بالاضافه طبعا لبلاغات اخرى. الخدمه كانت او انقطاع الخدمه كان لفتره قليله، يعني واحنا فعلا بنتكلم في فتره ما بعد تسريح الموظفين، ولكن قبل تسريح الموظفين في شهر 7 سقطت الخدمة، وفي شهر فبراير سقطت الخدمة، وبالتالي فيعني خدمة تويتر كانت تسقط أو يعني يفقدها المستخدمون في أوقات يعني في عصر الإدارة القديمة قبل تولي إيلون ماسك وقبل تسريح آلاف الموظفين. وبالتالي هناك نوع من التسييس في هذه المسألة، ولكن ربما حتى في إطار رد الفعل، لأنه إيلون ماسك قال أنه يعمل وليس لديه أي مشكلة، لكن بعد ذلك غرد بأنه تم إجراء تغييرات كبيرة في بنية الخادم الخلفي وأن تويتر يجب أن يشعر بأنه أسرع ربما هذه تغريدته. لكن ما الذي يعني هذا التغييرات في بنية الخادم الخلفي؟ هو إيلون ماسك كل فترة بيحاول يوضح للمستخدمين أنه بيعمل تغييرات فنية في الموقع، أن عجلة التغيير وعجلة التحديث لم تتوقف، وأن الناس اللي هو سرحهم في عدد كبير منهم مهندسين، وعلشان كده في خبراء بيقولوا أن تسريح المهندسين سيؤدي إلى تعطل الخدمة. هو لا، بتغريداته دي بيحاول يوضح أن عجلة التغيير مستمرة وعجلة التطوير، وتغريده ده بيحاول هو يقول أن هذا العطل اللي هو حوالي ساعتين كان بسبب هذا التعديل الفني، يعني مش بسبب مثلا قرصنة ولا بسبب عطل ولا بسبب مشاكل فنية. برضو أحد الملاحظات إن لما الناس كانت بتواجه مشكلة الانقطاع وكانت بتحاول تدخل على تويتر كان بيظهر لها رسالة بتقول إن في مشكلة، ويعني ولا يعني مش عايزينك تتضايق وحاول ارجع لنا مرة تانية، فده كان دليل على إن تويتر كانت على علم بهذا الخطأ وإنها كانت بتحاول إصلاح هذا الخطأ. و تغريدة إيلون ماسك يعني بتحاول تؤكد ان احنا ان ما حدث هو بسبب يعني عمليات التحديث المستمرة، واحنا اخترنا هذا الوقت علشان يكون معظم العالم يعني مش بيستخدم الخدمة، وعدد بس في الولايات المتحدة هو اللي بيستخدم الخدمة بسبب فرق التوقيت، وبالتالي يحاول يوضح للمستخدمين ان ما حدث ليس عطلا ولكن بسبب عمليات التحديث الجارية. في اطار ربما هذه التجارب والتحديثات اللي يقوم بها إيلون ماسك منذ قدومه، البعض ربط الموضوع عن إزالة استخدام رمز البلوت من الخدمة على أساس أنه واحد ربما من أكثر الخوادم حساسية، هل هناك علاقة؟ طيب، هو فعلا في ناس بتقول ان بسبب الخفض سواء في الخوادم او بعدد المستخدمين او عدد سوري الموظفين ده بيؤدي لتقطع الخدمه. طيب احنا لو رجعنا بس ايام قليله في الماضي ايام كاس العالم، كان الاقبال على تويتر تاريخي وكان معدل المشاهدات كبير جدا، الناس كانت بتتبادل الفيديوز والرسائل والتعليقات بشكل كبير جدا، لدرجه ان ايلون ماسك كتب اكثر من مره ان معدل التفاعل على تويتر وصل الى ارقام قياسيه لم يصلها
من قبل. وزي ما احنا شايفين عدد المستخدمين او عدد لتويتر عفوا لإيلون ماسك بيتزايد 270 ألف شخص يوميا. وبالتالي ففكرة إن بيحصل يعني تقليل في الإمكانيات الفنية أو تقليل في الموظفين، لا، كل ده ملوش علاقة. اللي بيحصل حاليا هي كلها تجارب وكلها إعدادات فنية، زي ما حصل السقوط قبل كده في فبراير و7 حصل في ديسمبر، فتوقع إلى حد كبير. شكرا شكرا جزيلا لك من لندن، عضو مجلس الإعلام الجديد في نقابة الصحفيين البريطانية أحمد الشيخ، شكرا.